اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا من جديد في قناة فنون ام اسراء. اليوم عندنا واحد جوج ديال الاعمال غادي نخدموهم بورق ملون، اذا تبعوا معايا ونبداو على بركه الله. ناخذ ورقه ملونه وتنسطروا عليها، تنحسبوا تقريبا 4 سنتيم من هذه الجهه و 4 سنتيم من هذه الجهه الاخرى.
لان هادو هما الاشكال النهائيه ديال الاعمال ديالنا اللي يجيو على هذا الشكل. هذا كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.